ضايعين في هذه الجامعه هذه ضايعين. حنايا الطريق عندنا منين بديت كنعقل كنتمشاو في الغيس مازالين لدابا الان. ولادي كنصيفطهم للمدرسه كنخاف عليهم، كتكون الشاك عندنا واحد الواد كيحمل الا ما مشيتيش مع الدري كدور واحد مثلا غادي تمشي تقطع واحد ال 500 متر كتولي كتقطع واحد 2500 متر باش تسدي الدري للمدرسه. علاش؟ لان الناس قاطعين علينا الطريق وكنجيو للجامعه وكنشكيو كيقول لك اسيدي سير انت سير كري التراكس وحنا غادي نجيو نصاوبو لكم. مع ذلك واخا داروا معنا هذا الشيء مازال ما كاين حتى شي حاجه. وعندنا محضر ديال الوصايا، عندنا الشكينه للعماله، عندنا كل شيء، عندنا المحضر ديال اللجنه السلاليه، كل شيء كل شيء كاين. وهكاك اسيدي ما لقيناش كاع المسلك. دابا انا وليداتي صغار كيقراو، واحد كيقرا في الثاني واحد كيقرا في السادس، كنصيفطهم كنخاف عليهم. السيد داير لنا الشوك في الطريق، مفرش لنا الشوك ومغطينا بالشوك، كتم دايت كيقول لك ما تقيش الشوك، الشوك ما تقيسوش، وإلا قصي غادي نقتلك ولا ندير لك ولا نفعل لك ولا نصنع لك، هاكا بهاد الطريقة هادي. وحنايا دوار تما أستاذ، حنا دوار تما، ماشي نقول واحد ولا جوج ولا ثلاثة، راه كاينين تما ستة ديال الديور ولا سبعة. والو هاد الناس هادو ما لقينا معاهم، كنجيو كنشكيو حتى كنعياو ما لقيناش الحل كاع. رئيس الجامعه هذا من 2009 وحنا كنطالبوا غير بالضوء، ما عندناش الضوء. كل عام كيقول لك اخويا دير طلب، كنديروا طلب وحنا من 2009 وحنايا دابا ما عندنا لا ضوء لا والو. كاع وليداتنا يقدروا كاع كيهدونا كيقول لك حنا ما نجلسوش معاك لا التلفازه لا الثلاجه، احنا مهددين دابا. احنا في 2021 وحنا مازال كنحلموا نشعلوا النقاصه نديروا لها الطرق يشعل الضوء. وعاش الملك، عاش الملك. طلبوا اللجنه بان باش تخرج وتقصي الحقائق في هذه المشاريع اللي كتعطى المشروع ما كيكملش. كدور الدوره كتمشي كيديه غادي يخدموا غنخدموا ما كيكملوش الخدمه على حقها وطريقها. الناس راه كتعاني، عندها الفلاحه ديالها، الناس اللي ودور المناصير من جميع الدواوير تما عندها الفلاحه ديالها، من الاشجار الزيتوني اللي كتمثل جهه تمكن الاستثمار ديالها. دابا جات هاد الشهاده زادت تكملت، الباقي كاين اللي عنده الناس الملحه غادي يمشي مسكين يزلحها ما عندوش منين يدوزها، واش يهز 50 كيلو على كتفه ويقطعها باش يدير الفلاحه ديالو. حنا ملي كنستنجو هذيك الفلاحه كتقوتوا منها، من الفلاحه كتقوتوا من الزيتون. هاد الناس هادو الا ما استثمروش من الفلاحه ومن الزيتون فين يمشيو؟ يرحلوا، الا رحلوا مشاو للمكناس وشنو غادي يصرف؟ خويا بغيت نهضر على واحد الطريقه ديال الضو. اربع سنين دابا وطويات واقفين، السيد دمروه ودمرونا حتى حنا مواطنين، حتى حنا دمرونا. راه اربع سنين دابا البوطياج قالوا ما مستافدينش منه، مركب لهم الخيوط ديالهم، مركب لهم كل شيء وما مستافدينش. حنايا مواطنين كاملين ضري، راه شي اربعه ديال القبائل ولا خمسه فيها شي 72 بوطو راكبه ناضيه. قال لك اسيدي مغشوشه، ما عارف كيفاش هاد الناس، شكون اللي ضايع؟ ضايع المواطن هو اللي ضايع. كاملين متضررين من 2017، جا السيد القائد الله يبارك فيه، سمعنا وعدنا انه غادي يدير مراسله للعماله باش تخرج لجنه تقنيه تعاين الاضرار اللي في القنطره، واش كافي هذاك المبلغ، وغايشوف الملفات كاملين، منها التبليط، منها التوفنه، منها العنارات الشوارع، ومن هذا المنبر، ومن هذا المنبر كنقول السيد القائد كنثيقوا فيك الوعود ديالك، وكنثيقوا في الناس ديال الداخليه كاملين، لكن إشارة ما باغيش اللجنة غير تقصى الحقائق ديال هاد الملفات، باغي اللجنة اللي تقصى الحقائق ديال هاد الجامعة كاملة. أتصور العاخ، أتصور العاخ، وتصور متر وربعين ديال 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 المقبرة، متر وربعين دلعلو على المسافة ديال 40 متر ب 14 مليون ب 13 مليون، واش هاد الطوبية فيها النقرة؟ إلا كانت نقرة مرحبا. سيها شوف الماء، وسبحان الله عندها شركة خاصة الطريق، خاصة الشوارع، ملي كيبغي الشركة تيقولها جي انتي البلان الفلاني الفلاني شحال عندي فيه، شحال من المشروع اللي موقف. ها هو السوق النموذجي، كاين المعطلين، كاين المعوقين، كاين المعوجين، علاش ما يصلحوا لهمش الخدمة اخويا؟ وعلى رأس هذه الإدارة ورجل، راه رجل اصاحبي هذاك، راه رجل أكاديمي، بالله عليك يلعب به واحد لا مستوى له، لا مستوى له، عينا صابرين، هذه 17 عام كاع الناس زادوا لقدام، وهذه الجامعة ما بغاش تزيد لقدام. باسم كل المظلومين، من 2016 وحنا كنعانيو، كنطالبوا بمسلك من 2016، المئات الآلاف ديال الزيتون، عطلان ديال الزيتون، وحنا كنعيطوا وما كاينش اللي يعتقنا. الآن جميع الدواوير استافدت من البطون، من التفنة، إلا الدائرة 14،
السيد تقلب عليه التراكتور ساعتين وحنا نعيطوا بالعداو، ساعتين وحنا نعيطوا بالعداو على السيد مقلوب عليه التراكتور. السيد عنده مو فيها السكر كيخرجها في البرويطه، مره يخرجها مره كيخرجها على دابه، مره كيخرجها على دابه. جلاله الملك ضمننا الحق في مراقبه المؤسسات، جلاله الملك ضمننا الحق في مراقبه المؤسسات، جلاله الملك ضمننا الحق في حريه التعبير، جلاله الملك ضمننا الحق في حريه التعبير.